اليوم غادي نحضر مسمن معمر بالكفته والخضره. هنا خديت مقله درت فيها شويه الزيت وبصله مشلضه، وهنا كنشحرها مزيان، هي الاولى، وكنضيف ليها واحد ثلاثه ديال الجزر مفروم، وكنخلطها مع البصله بهذه الطريقه. وهنا كنزيد واحد جوج ديال قرعة كورجيت حتى هما بشرتهم ولا حكيتهم، وكنخلط المكونات كامله مع بعض. كنضل نحرك باش الخضره تطيب كامله مره واحده. هنا من بعد ما طاحت لي الخضره شويه زدت الفلفله، واحد جوج فلفلات مقطعين على شكل مربع، وكنخلط كاع المكونات بهذه الطريقه. كنستمر في التحريك، وهنا غادي نضيف كميه ديال الكفته مطحونه. عندكم يعني الكميه اختياريه نتوما على حسب الكميه اللي كتواجد عندكم. هنا كنخلط الخضار مع الكفته اللي ضفت، كنستمر في التحريك حتى كيبداو يتجانسوا لي المكونات. بهذه الطريقه كنستمر في التحريك. هاد الحشوه ديال المسمن كتجي لذيذه، غي ديروها بنفس الطريقه كيف عملتها انا. وهنا غنضيف واحد الملعقه ديال الملح، نصف ملعقه ديال فلفل احمر حار، وهنا واحد الملعقه ديال البابريكا ولا التحميره، والقليل من الابزار، وكنحرك كنحرك هاد التوابل اللي ضفت على الخضار، وكنستمر في التحريك. وهنا غادي نضيف قليل من الزعتر اللي حكيته قبل، وكنحرك كاع المكونات كنخلطهم على هاد الشكل. ملي كنضيفو الزعتر كتعطي واحد الريحه غزاله. هنا عندي الزيتون اخضر واسود، كنخلطهم كيكونوا مقطعين حتى هما كيجيو لذادين في الحشوه ديالنا. نستمر في التحريك. وهنا غادي نضيف القليل من القزبر والمعدنوس مقطعين، حتى هما كيجيو لذادين في هاد الحشوه. وهنا كناخد الفيغميسيل او الشعريه الصينيه، سبق لي درتها في الماء مغلي وصفيتها وقطعتها، كنضيفها على الحشوه. هنا صافي طفيت انا على الحشوه ديالي صافي، وكنخلط هاد الشعريه الصينيه مع الحشوه اللي طيبت. هنا كنكون صافي طفيت عليها، وكندخل كاع العناصر مع بعض بهذه الطريقه حتى كتجانس لي هاد الشعريه مع الخضار والكفته. صراحه حشوه من الشوفه كتبان لذيذه، جربوها. وهذه هي الحشوه ديالي صافي، ها هي وجدات. دابا غادي نمشي نحضر العجين ديال المسمن. هنا خديت القليل من الفينو، شويه الفورس كيكون اكثر من الفينو، القليل من الملح، واحد جوج معالق ديال زيت العود، وجوج المعالق ديال السنيده، واحد نصف باكيه الخميره، ولا ديروا خميره وحده ماشي مشكل. هنا كنجمع العجين ديالي بالماء،
ودائما كيكون الفينو غير شويه والفورص كتكون النسبه ديالو اكثر. هنا غادي نحتاج الزبده والزيت للتوريق، الزيتون مقطع، العجين ديالي قطعتها هنا على هذا الشكل دائري، وهنا بديت كنقرص في المسمنه ديالي. اول حاجه كنورقها بالزيت والزبده، كنورقها مزيان. صافي، وهنا كنجمعها كنجمع على هذا الشكل مربع وكنخليها ترتاح. كنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل كاع الكويرات ديال المسمن اللي عندي، كنكون جمعتها كلها. هنا كنعاود نفس العمليه، الزبده والزيت، وكنورق العجين ديالي مزيان مزيان حتى كنحصل على كاع المسمن ديالي بهذه الطريقه. وهنا ملي كيكون ارتاح شويه عاد كنعاود نسرح المسمنه غير بشويه ديال الزيت، وما كنسرحهاش بزاف، غير شويه غير شويه، يعني ما كنورقهاش بزاف. وهنا من بعد ما سرحتها غير واحد شويه كنخليها غليظه شويه. صافي، وهنا من بعد ما تورقات كناخذ الحشوه ديالي وكنبدا نعمر في هذه المسمنه. كنضيف واحد الملعقه ديال الحشوه ولا جوج المعالق على حسب المسمنه قداش درتوها، والصغيره ولا كبيره. وهنا غنضيف فرماج حمر مبشور بهذه الطريقه، وهنا كنبدا نجمع المسمنه ديالي على هذا الشكل، وكتزينوها يا بالزيتون اسود ولا اخضر ولا فلفله مقطعه، لكم الاختيار في التزيين. انا هنا زينتها بالزيتون اخضر واسود، هنا استمريت بنفس الطريقه وحصلت على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا. هنا غادي دهنته بالبيض وكنزينو، نتوما زينوه بداك الشيء اللي بغيتو. لكم الاختيار في التزيين، تقدروا تدهنوا غير بالبيض وتدخلوه الفرن اللي ما عندوش باش يزينو. انا هنا زينته بحبه شيا، بحبوب شيا، دخلته الفرن. وهذا هو الشكل النهائي ديال المسمل ديالنا، كيجي لذيذ بزاف ومقرمش كيف ما كتشوفوا. هذا هو الشكل ديالو، كيجي مورق بحال البسطيله.